ماذا السبب أخف من التحدث عن وضع الاجتماعي؟ مش بخاف يعني أنت ما بنشوف كتير ليه؟ لأنه أنا حياتي هي يعني ملكي أنا لوحدي وملك عيلتي. اللي بشوفه على السوشيال ميديا من كم التجريح والتنمر وحذف الكلام عمال على بطال كده اللي بنسميه يعني خلاص. انت لسه متجوز؟ يخوفني. طبعا لسه متجوز. عندك كم ولد؟ عندي ولد وبنت. ولد وبنت الله يخليهم. صغيرين كبار عندهم كم سنه؟ مش مهم بقى خلاص. لا ما انا مش عايز اقول تفاصيل للدرجه دي. عشانهم مش عشاني والله. بس احنا ما قلنا اساميهم، عم نسال اعمارهم يعني انا بحب كبار ولا صغيرين؟ كبار. يعني كبار. اتجوزت صغير انت؟ اوكي. بس انا بحب الجزء ده، هو اسمه الحياه الخاصه. اي مناخير تانية تتدب فيه بوظ الدنيا. واي حاجه انا ممكن ابقى عاجبني شكل هن بيحبوا بغض النظر عن اذا انت راضي او مش راضي، هن بيحبوا يكونوا على الاعلام. لا. او يقولوا انه هن ابنائك. لا هم بس يعني خلاص هم بقوا معروفين عند اصحابهم، وده ودي الدايره اللي انا بقبلها وهم بيقبلوها وبنحبها جدا. انما مش ملك لحد تاني اصلا، مش يعني هو ربنا قريب سبحانه وتعالى اقرب من حبل الوريد. بس هي الفكره ان انت تعرفي تقربي. يعني فكره انك تفضي قلبك خلاص من المشاكل والخناقات والحوارات والمنافسات والكلام ده كله عشان تعرفي تقربي، عشان تستفيدي. هذا الفنان يستحق فرصة أكبر. لا كتير. أعطيني اسم فنان واحد. عمرو رمزي. عمرو رمزي ليه اختار؟ ليه اخترت عمرو رمزي؟ صاحبي وأنا متحيز له. ليه عمرو؟ لا بجد غيرك أنت. غير أنا؟ لا كتير طبعا. زي ما قلت لك من شوية مثلا في حد أنا بحبه قوي، صديقي جدا، عمرو عبد العزيز. في يستحق فرصة أفضل طبعا. نضال الشافعي، أحمد تهامي، حمزة العيلي، الناس دي في حتة مهمة ويستحقوا فرص أفضل. هذا أكثر ما يخيفني في المستقبل. اللي بتخاف منه؟ أنا طبعي قلق أصلا، ف بخاف من عدم دوام الصحة، بخاف من زوال القبول اللي كلمتك عنه في الاول. دي تقعدني على طول في البيت. يعني ان عارفه امتى بقى تتاكدي انه في حد ما عندوش قبول؟ اللي هو بطل او بطله العمل وموجود مفروض بحكم اي حكم خلاص ما عندوش قبول. الناس تقول هو ده بيمثل ليه؟ هي دي بتمثل ليه؟ مين في بالك بالمواصفات؟ لا محدش معين. حدش معي. السؤال اللي بعده؟ السؤال اللي بعده حلو قوي. ما فيش جرأة. قلت لك المواضيع ده مفاتيحها جرأة ومشاكل. ما اقدرش. بصي يعني ما يمكن انا لو مكانه اعمل زيه. ما هو صدقيني بقى، انت بتعرفي من مواجهة الناس. انا حاسس ان انا عندي قبول وما اروح اعمل مسلسل لنفسي او اخلي اهلي ينتجوا لي او مش كده مثلا. ما بعرفش غير من تكرار انه بلاش تعمل الشخصيه دي. يعدي زي الايفنتات والمهرجانات وكان بيعدي مهرجان مهم فيه نقاد وناس في الشغل مهمين ومحدش يجيب سيرتك او يديك جايزه. بس طيب، هذا هو سر نجاح ابو حفيظه.